السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. عايزين النهاردة بناء على طلب بعض الطلبة والطالبات إزاي نتعامل مع القناة. القناة بتاعتي اللي هي الخواطر، خواطري في العلم والإيمان، بتتكلم عن حاجتين أساسيتين، حاجات تعليمية وحاجات إسلامية. الحاجات التعليمية صف أول، صف تاني، صف تالت، ثانوي صناعي، وحاجات إسلامية فيها بعض تفسير الآيات أو خواطري أنا تجاه بعض الآيات. فبداية النهاردة هنتعلم إزاي نتعامل مع القناة. بنفتح الجوجل كروم أو أي متصفح عندك وبتخش على اليوتيوب، طبعا انا هخش على القناة بتاعتي مباشرة، اما انت هتكتب خواطري في العلم والايمان هتطلع لك على طول. لما انا اخش القناة مخشش بقى على الصفحة الرئيسية، اخش على قوائم التشغيل، اخش على قوائم التشغيل، بفتح قوائم التشغيل كده تمام، بلاقي في مواد الصف السادس الصناعي. يبقى انت لو انت في سنه تالته هتخش هنا، مش هتخش اي حاجه تاني. لو انت في سنه اولى هتخش على مواد الصف الاول الصناعي، لو انت في سنه تانية هتخش في مواد الصف الثاني الصناعي، وهكذا. خلاص، لو انا في سنه تالته هخش هنا على الصف التالت، بلاقي ال جميع، لو انت قسم حركات بحرية هتخش على المواد دي لو تخصص يعني تمام. لو انت اي تخصص تاني بقى وعايز تخش على المواد العامة، المواد العامة زي الانجليزي وزي الفيزياء وزي الرياضيات تمام. هتلاقي العربية وهتلاقي الفيزياء تمام، وهتلاقي بعض الكلمات وهي الدبلوم الصناعي وهي الرياضة تمام. ده رسم فني لو انت حابب تشوف. ده بعض مدرسين تخصص البحري، ودي حاجة خاصة بالسيارات، ده حاجة خاصة بالبحري، ده انجليزي بحري، ده بيربط وهاف، وبعض المواد الأخرى. إنما مثلا في الإنجليزي في يونت 1 هتلاقيني أنا عرض لك يونت 1 ده بكذا طريقة. اتفرج على التلات، على جميع الحالات اللي موجودة بالقائمة، حاول إنك أنت تتفرج على كل الإنجليزي بتاعها تمام. دخلت على الإنجليزي كده تلاقي This الشرح easy مع بالكلمات في بعض البداية اهو. صناعي التخصصات الصناعية بالتعليم الفني. أهلا مرحبا. وهكذا، يعني الطريقة سهلة والتعامل سهل. انما المهم في الموضوع انك انت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان اي شرح انا بعمله جديد مشاركتك معايا وتشجيعك للطريقة اللي بتشرح بيها المواد. الناس كانت بتساعدك، بتعمل لايك وبتشارك الفيديو مع أصدقائك وزمايلك. اشترك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا.